حرف الباء. حرف ايه ده؟ الباء. الباء اللي فوق ده يا ولاد منفصل ولا متصل؟ منفصل. طيب نكتبه متصل ازاي؟ سنة وتحتيها نقطة وماشي على السطر. سنة وتحتيها نقطة وماشي على السطر. ماشي على السطر ليه؟ قلنا كتبنا ثلاثة باء عشان جبنا له ثلاث حركات. ايه هما الحركات؟ فتحة كسرة ضمة. ايه هما الأصوات الثلاثة؟ باء بي بو. برافو عليك. هناخد باء فتحة باء بطة. باء فتحة باء بطة. باء فتحة باء بطة. هنمشي تاتا تاتا برجلينا ولا ببقنا؟ ببقنا. طيب واتفقنا ان احنا نغني اغنيه ثانيه ونقول وانا ماشي تاتا تاتا واني بتسمع ايدي بتكتب تاني. وانا ماشي تاتا تاتا بقي يقول واني بتسمع ايدي بتكتب. تمام يلا بينا. يلا بينا نطبق ده. باء باء وعليها فتحه. باء طا طا طا. بقي قال طا طا طا. ودني سمعت طا طا طا. ايدي هتكتب طا. برافو عليكم. طا وادي الطا اهو وعلي العصايه الطويله بتاعته. باء طا باء طا ها. ايه الها ده؟ ها مربوطه. ايه الها ده؟ ها مربوطه. تاء مربوطه. هطلع فوق واعمل التاء المربوطه في الجنب. خلصت؟ ماذا حدث؟ يعني اكتبه منفصل. اكتبه ايه؟ منفصل. طيب اكتب هنا حرف ايه؟ طاء. الطاء. واتفقنا ان حرف الطاء هنسيب ايده كده لان هو بيتعود يقف كده لوحده، صح؟ طاء. طيب وهنا هكتب ايه؟ تاء مربوطة. تاء مربوطة. باء فتحة باء بطة. باء فتحة باء بطة. باء فتحة باء بطة. تاني حرف الباء كانت كسرة. سموها كسرة ليه؟ عشان هنكسر الباء. يعني باء كسرة بي. 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 وهناخد باء كسرة بي بن. باء كسرة بي بن. باء كسرة بي بن. يلا نكتب كلمة بنت. هنمشي وانا ماشي تا 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 تا. بقي قول ودني تسمع ايدي تكتب. بقي قول ودني تسمع ايدي تكتب. يلا بينا. بي ده تحتها كسره. بن. بقي قال ودني سمعت ن. ايدي هتكتب نون. برافو عليكم. هعمل النون ده اللي هو تبع غويته جوه نقطه احنا عارفينه. طيب هنكتبه ازاي؟ هنكتبه سنه وعليها نقطه. سنه واحده بس ونمشيها على السطر. ها ماشي على السطر ليه؟ عشان لسه هيمسك في الصحابة. ت ت ت ت صحابة ايه ده؟ بقي قال ت ت ت ودني سمعت ت ت ت. ايدي هتكتب تاء. برافو هنكتب تاء. ادي حرف التاء اهو. خلصت. ماذا حدث؟ اتخرج. ها ماذا اكتب هنا؟ باء كسرة كده. الباء ولا ايه؟ ها اكتب هنا ايه؟ النون. النون اعمله سهلة كده؟ ينفع؟ لا ايده هتقع. امال اعمله ازاي منفصل؟ طب غويط وجواه نقطة. ها وفي الاخر هنزل حرف ايه هنا؟ التاء. ينزل زي ما هو. باء كسرة بي بن. حركة جبناها الحرف الباء كانت ضمة. سموها ضمة ليه؟ عشان بنضم بقنا. يعني باء ضمة بو. باء ضمة بو. باء ضمة بو. باء ضمة بو. وهناخد باء ضمة بو برج. وقلنا البرج ده مكان عالي بيبقى موجود فين؟
في المدينة من قمته تشوف المدينة كلها. تمام؟ باء ضم أبوه برج. باء ضم أبوه برج. باء ضم أبوه برج. يلا نكتب برج هنمشي ايه؟ وانا ماشي تا 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 بقي يقول ودني بتسمع ايدي بتكتب. يلا بو بقوا عليها ضمه بو ر ر بقي ان ر ر ر ودني سمعت ر ر ر ايدي هتكتب برافو بو ر ج ج ج ج بقي ان ج ج ودني سمعت ج ج ايدي هتكتب جيم. برافو هنعمل الجيم بعيد عن الراء عشان احنا اتفقنا ان الراء ما بيمسكش في ايه. يلا بينا ماذا